السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة تيوت جوهرة. مرحبا بكم في فلوغ جديد في مدينة إفران اللي كتعتبر من أجمل المدن وأنظف المدن في المغرب. وصراحة هذه تاني مرة زرت هذه المدينة، صراحة حمقتني بالمناظر الهائلة والحدائق ديالها، وكتعتبر أفضل وجهة سياحية على مدار السنة في الشتاء وفي الصيف بحال يعني. صراحة فهي كما كيقولوا لها سويسرا المغرب، كأنك كتحس براسك أنك في أوروبا، بالضبط سويسرا، لهذا تدعى سويسرا المغرب. ولهذا بغيت نكتشف معكم هذه المدينة الصغيرة الجميلة الساحرة بالطبيعة ديالها، وما فيهاش صراحة صداع، صراحة فيها الكالم بزاف. غادي نكتشف معكم. بالنسبة لهذا السيكتور، هو أول سيكتور اللي نزلنا فيه، وفيه باش بالنسبة للتصاميم ديال هذا الديور حمقوني صراحة. وكما كتشوفوا السيكتور، الشارع كالم، ما فيهاش صداع، ما فيهش لا طوموبيلات لا الناس، ما كانش داك ماشي شارع عامر مثلا، كتكون غادي كتحس براسك انك في امان. بالنسبة لهذا الشارع، هو بعيد على 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 وسط المدينة اللي هي ساحة الأسد، إن شاء الله غادي نمشوا لها. احنا غاديين في الشارع، وصورت لكم هاد الطبيعة ديال هاد مدينة إفران. صراحة في ما مشيتي كتلقى الطبيعة، وكتلقى مدينة نقية، والجو ديالها والهواء ديالها نقي 90%. صراحة كما كتشاهدوا، احنا غاديين مباشرة الى وسط المدينة، وحنا دابا في الشارع. من الحوايج اللي اثرت انتباهي ان المدينه ما فيهاش اشارات المرور، ما فيها لا ستوب لا حتى حاجه. رغم ذلك فاش كتكون غادي وكتدوز كتوقف في الباساج، كيجو الطوموبيلات كيوقفوا حتى كدوز. يعني صراحه الناس ديالها، الساكنه ديالها، الناس محترمين بزاف. وكما كتشاهدوا صراحه هذا النوع ديال الشجر قليل فاش كنشوفه في المدن، عجبني داكشي على صورته لكم. هذا المنظر ديال هذا الجمال ديال هذه الاشجار. وبالنسبة للتصاميم ديال هاد المدينة كلها، صراحة حدائق، في ما مشيتي كتلقى الحدائق. وهاد المدينة كتلقى فيها واحد النوع ديال الشجر ما كانش بزاف. وإحنا في الطريق اكتشفنا هذا المكان اللي هو جميل بزاف، فيه بزاف ديال الخصات ومناظر وجميل بزاف. غادي نقطعوا الطريق باش ان شاء الله نكتشفه معاكم.
كما كتشاهدوا مدينة إفران فهي جميلة بزاف كما كتشاهدوا معنا، فهي بالطبيعة ديالها وبالجمالية ديالها فاش كنصغروا طحت علينا الشتاء والثلج. صراحة مدينة جميلة بزاف كتستحق تزورها ألف مرة. كما كتشاهدوا كطيح علينا التبروري، كنقولوا حنا التبروري، الجو غزال في ساعة تبدل الجو صراحة، ورغم ذلك فهو الجو دافئ ماشي ما فيهش البرد بزاف. كما كتشاهدوا معنا واحد الجو رائع صراحة، كتحس بأنك مع أول مرة حنا محتاجين لهذا الجو ديال الثلج. حنا عندنا في مدينة تاريدان ديما سخونة، ما عندناش الثلج لهذا، جينا قررنا جينا لهذه المدينة وصراحة لقينا واحد الجو غزال. هذا المنظر صراحة ديال الثلج صراحة منظر جميل بزاف، خصوصا انك كتدور يعني كتسرى تحت المطار والثلج، كتحس بواحد الجو دافئ صراحة. وحنا في الطريق ان شاء الله غادي نكملوا تنوصلوا وسط المدينة، خليكم معنا. دابا كما كتشاهدوا معنا ما كاينينش اشاره المرور في الشارع، كما كتشاهدوا دابا حنا دزنا على واحد اوتيل، اكبر اوتيل 5 اطوال في فندق في هذا في مدينه افران، وحنا غاديين سميتو القصر الكبير. من بين الاماكن اللي معروفه في سونتر فيل ديال مدينه افران، هذا المكان اللي متواجدين فيه العديد من الاجانب والسياح كيجيو لهذا الساحه، سميتها ساحه السبع او ساحه الاسد. هذه الساحه كيجيو لها الاجانب وكيصوروا باش يتصوروا مع السبع. Thank you.
هذه هي ساحة السباع أو الأسد كما قلت لكم. هذه الساحة فيها التمثال ديال السباع اللي كتصوروا مع تصوروا معاه الناس، وكنشدوا النوبة كما كتشاهدوا الدنيا عامرة بالناس، لأن كتصوروا مع الناس كيبقى كتذكار أو سوفينير لمدينة إفران اللي معروفة بهذا التمثال. بعد ما زرنا سونتر فيل ديال مدينة إفران اللي هو ساحة السباع أو الأسد، رجعنا فاش رجعنا لقينا الأضواء شاعلين في هاد الخصات كما كتشاهدوا، فهو منظر جميل بزاف ولهذا صورته. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال هذه المدينه الجميله الساحره مدينه إفران اللي معروفه بسويسرا المغرب. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، ونخليكم مع بعض الصور التذكاريه لهذه المدينه. السلام عليكم ورحمه الله.